عرفنا انواع العملاء، بدينا احنا الان وقفنا عند العميل العاطفي. عاطفته عالية جدا، كيف تستطيع ان تكسبه وتبيعه؟ طبعا في النهاية احنا هدفنا ارضاء العميل بغض النظر عن اي نوع من انواع العملاء، ولكن كلهم مهمين جدا لنا. وزي ما قلنا ان الشركة لا تستهدف كل الناس، تستهدف جزء معين، وقد فالجمهور المستهدف قد يكون هذا الجمهور المستهدف هؤلاء كلهم موجودين في الجمهور المستهدف. الثاني عشر العميل العقلاني، اعتقد هذا العميل اللي فعلا تقنعه بمعلومات بجودة بخدمات، هذا مهم جدا انك تتعامل معه. ثالث عشر العميل المفاوض. تخيلوا طبعا قديما هذا بعض العملاء يكسرون حتى الخطوط السعودية في تذاكرهم اللي هي اساسا ثابتة. ليش؟ لانهم تعودوا انه في كل شيء في السوق انه في مفاصلة او في مفاوضة في مساومة. اسواق عالمية الان اوروبا وامريكا ما عاد فيها اشكال، يعني خاصة اغلب المحلات ما عاد فيها مفاضلة او مفاصلة. رابع عشر وهذا اللي تتمناه اغلب الشركات، العميل الطيب الودود، طيب سمح. طبعا احنا يا جماعة في ديننا الاسلامي المؤمن سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، السماحة زينة، والله سماحة جيدة جدا، سواء انت كبايع او كمستارك، ما دخلت السماحة في شيء الا زانته ان شاء الله. خمس عشر العميل الايجابي، هذا العميل دائما ينظر الى الاشياء بايجابية، يذهب الى الشركة هو يبغى يشتري ايجابي، يشع يعني السرور حتى على العملاء. يا جماعة في النهاية الموظف الشركة هو جزء من نسيج المجتمع، لا يمكن أن تفرض عليه أشياء لا يتقبلها المجتمع. طبعا هي ثقافة خدمة العملاء، في بعض الشعوب عندهم خدمة العملاء في ثقافتهم، وفي بعض الشعوب خدمة العملاء صعبة عندهم، أو ابتسامة حتى صعبة، أو تعامل الحسن صعب. الشركة يجب أن يكون عندها نظام يحفز الجيد الموظف الجيد وتكافئه وتطور من الموظف اللي غداؤه غير جيد وتحسنه، وتبعد الناس اللي ما يستطيعون يتعاملوا مع الناس. مو كل شخص يستطيع أن يتعامل مع الناس، في بعض الناس يعني عندهم قدرات على عمل الأشياء، هذا تحطه في الباك أوفيس يعمل مع الأشياء في المخازن في المستودعات، وفي ناس عندهم الرغبة عندهم القدرة على التعامل مع الناس، فهذا هم اللي تحطهم في الواجهة. يجب أن يكون رجال الواجهة عندك ورجال البيع أو رجال اللي يواجهون العملاء من أفضل موظفين الشركة، هذا واحد. واثنين أن يكون حوافزهم محفزة لتقبل هذا العمل. السادس عشر، النوع السادس عشر هم عملاء كبار السن. كبير السن يحتاج إلى عناية خاصة. أول شيء موقف قريب من المحل. طبعا في نقطة مهمة جدا لاحظتها على بعض الشركات اللي في السوق السعودي، يقولوا يعني لما تشوف سيارات الموظفين تجدها أمام محل المحل، بينما العملاء يروحون يبحثون ويلفون. يجب أن يكون أن تكون سيارات العملاء بعيدة جدا عن المحل، تعطي الأولوية للعميل. أتذكر يوم في الخبر جيت أوقف قدام محل للكاميرات، أبغى أشتري كاميرا، فجاني واحد ضرب بوري لين أزعجني، قال لي لا توقف هنا محجوز. ليش محجوز؟ قال محجوز. ففكرت محجوز يعني اللي واحد كبير السن ولا شيء، رحت وقفت بعيد وجيت وجدت صاحب المحل هو اللي واقف قدام المحل، فقلت له بسبب هذا أنا أشتري منك، فقال لي ما همتني. فدائما طبعا ما همتني بعدين، هذا يعني من الناس اللي ما يؤمنوا إيمان تام بأهمية العملاء، ولكن في سوق المنافسة سيعرف يعني ثمن أنه لا يعطي العميل أولوية. فدائما كبار السن مهمة جدا تتعامل معهم، سواء بالكلمة الطيبة، طبعا الكلمة الطيبة للكل، ولكن كبار السن يحتاجون أكثر، بإعطائه احترامه، بمساعدته، بإعطائه الجلوس الصحيح. فهناك استراتيجيات كثيرة للتعامل مع هذا. ثامن عشر العميل الشكاء أو كثير الشكوى، اشتكي دائما اشتكي، لا يقنعه لا يعجبه العجب ولا صيامه في رجب على قول المثل عندنا. فهذا كيف تستطيع أن تتفادى؟ يعني أعتقد العميل الشكاي مهما عملت له سيكون يعني دائما هو منغص لحياتك كشركة. تاسع عشر العميل المحتال،
احذر الأمير المحتال يغشك ويجي ويزوي عسس يأخذ السلعة يعني بدون ثمن حتى, ويمكن حتى يحتال عليك ويسرق أكثر من السلعة. هذا هو مهمة دائما معرفة هؤلاء العملاء مهم جدا. طبعا في قاعدة تقول 80% من ربحك يأتي من 20% من عملائك, لذلك معرفة عملائك معرفة دقيقة والتواصل معهم بطريقة صحيحة تخليك تتفادى مشاكل كبرى في التعامل معهم. الأخير العميل الأخير, وأنا أعتقد هذا هو هذا هو المظلوم في كل هالعملاء, هو العميل الصغير. أطفالنا بناتنا الصغار اللي أقل من 15 سنة مثلا, كيف تتعامل معهم؟ كيف تبيع لهم؟ هؤلاء عادة لا يعرفون يعني الغالي من الرخيص, ولا يعرفون يعني قيمة المنتج, ولا يعرفون قيمة أشياء. يبغى مثلا ابني سعد مثلا الله يحفظه ويحفظه أبنائكم, ولا غازي يبغى مثلا اشتري سوني فور, سوني فور اليوم بكرة ما عاد عنده, فكيف لما يروح هو بنفسه يبغى يشتري الفلوس معاه مثلا إذا أعطيته الفلوس في جيبه, فما يعرف يعرف كيف يختار المنتج. الآن انتشرت في أسواقنا سكوتر, هذه الولد لما يشوفها خلاص يبغى يشتريها. كم رأينا في أسواقنا أطفال يبكون لأن أبوه ولا أمه قال له لا تشتري. فكيف تستطيع أن تتعامل مع أطفال صغار؟ يعني أنا من ضمن القصص اللي شفتها وشاهدتها محلات الألعاب في أسواقنا مع الأسف الشديد, يطلعون 2-3 برا المحل ومعهم ألعاب طيارات ومدري أي, عائلة يشوفون مع أولاد صغار يلعبون قدامهم, فهم يبغون يثيرون غريزة الطفل في الشراء لإقناع أمه أو والده بالشراء. يجب أن يكون عندنا أخلاقيات عندما نتعامل مع كل العملاء هؤلاء العملاء, وما عندما نتعامل مع كبار السن أو مع صغار السن أو مع النساء يجب أن يكون عندنا هذا النوع من التعامل. ببساطة هذه أنواع العملاء اللي تكلمنا في سوقنا السعودي 20 نوع سوف تتعامل معها أنت كشركة مباشرة يوم من الأيام. ولكن المحظوظ يعني إيش كثر العملاء الشكيين, إيش كثر العملاء الطيبين, إيش كثر العملاء السيئين المحتالين, هذه من خبراتك كشركة يجب أن يكون عندك داتابيس معلومات كاملة عن هذه المعلومات. نختم هذه المحاضرة اليوم اللي هي عن أنواع العملاء وتجارب العملاء بقصة حدثت لأحد طلابي. طالب من طلاب عسس كذا أنه ما يعرفون مثلا هل تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير من لبسه؟ ما أعتقد في السوق السعودي تقريبا الناس كلهم الحمد لله متشابهين في لبسهم. هذا دخل على شركة من الشركات الشهيرة في السيارات المنطقة الشرقية, وكالة كبيرة الظهر أو قبل الظهر بساعة, ينوي شراء السيارة. صديقي من عائلة ثرية جدا جدا, فبدأ يمر يلف في المعرض, فكان في واحد من الناس من البياعين يقرأ جريدة. راح السيارة الأولى السيارة الثانية الثالثة, يمكن حوالي ربع ساعة ما أحد أعطاه أي اهتمام. فراح يا أخي أنا أبغى أشتري سيارة أبغى معلومات, فهذا الشاب ناوله بروشور السيارة اللي أبغى أشتريها, قال تفضل هذه بروشور اقرأ إذا قررت تعال كلمنا. فزعل كيف أنا جاي وفلوسي معاي خلاص, بمعنى أني مقرر الشراء 80% مقرر الشراء, ما تعطيني معلومة ولا تعطيني إذا. فذهب وخرج غضبان وكلم على طول وكالة نفس الوكالة في دبي, يا جماعة أنا أبغى أشتري السيارة. تواصلهم كان رائع جدا, تعاملهم كان رائع جدا, فقالوا له إذا فعلا أنت ترغب في السيارة موجودة السيارة اللي تبغاها هذه أسعارها, أرسلوا له الصور كل شيء. فقال إذا قررت الشراء خبرنا, فقال لهم نعم قررت الشراء. فحجزوا له تذاكر طيران درجة أولى من مطار الملك فهد بن دمام إلى دبي, استقبلوه بنفس السيارة اللي بيشتريها, سكنوه في الفندق, اشترى السيارة, رجع للسعودية, أرسلوا له السيارة للسعودية. العبرة ما هو هنا, العبرة أن هذا الشاب لما تولى إدارة الشركات وعائلته أول قرار اتخذه عدم التعامل مع الوكيل الفلاني اللي كان تجربته سيئة. يا جماعة الاهتمام بالعملاء ليس فقط بالأماني والكلام, بالواقع كيف تستطيع أن تهتم تعرف عملائك وتهتم بعملائك. فتخيل هذا العميل لأنه هذاك البياع لم يعره أي اهتمام وراح واشترى السيارة من دولة أخرى
بتعامل جيد، وعندما تولى الأمر في إدارة شركات وعائلته قرر عدم التعامل مع هذا الشركة. كم خسرت هذه الشركة من سبب رجل يعني مبيعات؟ فلا تتركون رجال مبيعاتكم فقط هم اللي يتحكمون في كل شيء، يجب أن تكون أنظاركم موجودة معهم، أسماعكم موجودة معهم، يجب أن يكون عندكم آلية لترصد الشكاوى وملاحظات العملاء. يعجبني جدا بعض الشركات لما يحطوا لك جوال إذا عندك أي ملاحظات أو شكوى اتصل على هذا الجوال، هذا الجوال لا يرد عليه واحد في يعني في المطعم ولا في المحل، يرد عليه واحد من خدمة العملاء في الشركة الأم. يجب علينا طبعا، يعجبني كثير شركات السيارات اللي موجودة الآن في السوق السعودي، شركات الخدمات لما يحطوا جوال إذا عندك أي ملاحظة على السواقة قيادة هذا السائق خبرنا. هذه الأشياء أعتقد أنها تعطي للعميل اهتمامه والاهتمام فيه. شاكر ومقدر، هذه المحاضرة الثانية اللي تكلمنا على أنواع العملاء، تكلمنا على طرق التعامل معهم. طبعا هذه فقط رؤوس أقلام، أنا متأكد أن 20 عميل لكل عميل ممكن تسوي استراتيجيات كثيرة. يجب أن يكون لديك كشركة قواعد عامة التعامل مع العملاء. دائما احنا نقول ونكرر، العميل دائما على حق وموظفك على حق. دائما لا تضرب موظفك عشان العميل ولا تضرب العميل عشان موظفك. يجب أن يكون عندك انصاف بين التعامل مع عملائك وإرضائهم والتعامل مع موظفينك وإرضائهم. العميل الراضي سينعكس إيجابا على العملاء، العميل الغير راضي سينعكس سلبا على عملائك. دائما لا تهتم بواحد على الثاني، كلهم في ميزان واحد، وأنا أعتقد أن أوصفهم بميزان. إذا كف يا رفع درجة كفة عملائك الراضين يجب أن يكون بسبب أنه عملائك الداخليين أو موظفينك هم سعداء. مهم جدا التعامل مع العملاء، مهم جدا المحافظة عليهم، مهم جدا جذبهم، ولا تكلف أشياء لا تحتاج ميزانيات كبيرة لتوزيع عملائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان